صباح الخير، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. كم يوم يوجد في الأسبوع؟ في الأسبوع 7 أيام: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. اليوم هو الجمعة. أمس كان الخميس. غدا سيكون السبت. اليوم هو الجمعة. التاريخ 26 شباط. سنة 2021. أحوال الطقس: انظروا من النافذة، هل هو مشمس؟ هل هو غائم؟ هل هو ماطر؟ أخبروني. كم فصل يوجد في السنة؟ سنتي 4 فصول: خريف، شتاء، ربيع، صيف. نحن في أي فصل؟ نحن الآن في فصل الشتاء. الخطوط: خط أفقي، خط عمودي، خط مائل، وخط حلزوني. الأشكال: دائرة، مربع، مستطيل، مثلث. لوحة الألوان: أزرق، أخضر، أحمر، أصفر، أسود، أبيض. الحروف: أسد، با بقرة، تا تمر، تا ثلج، جا جمل، حا حمامة، خ خوخ، ض ضر، ذ ذيل، ر ريشة، ز زرافة، س سمكة، ش ش شمعة، ص صباح، ض ضفدع، ت طريق، ظ ظرف، ع عين، غ غزال، ف فأر، ك قلم، ك كلب، ل ليل، م ماعز، ن نمر، ه هدية، و وردة، ي يد. هيا بنا نتعلم. إلى اللقاء أحبائي الصغار.